جاب قبل كده ميداليه للبرازيل، البرازيل حقق حاجه ما حصلتش لبلدك وهتكون ومش هتحصل تاني. لا ان شاء الله تحصل تاني. مدرب يعني منظم جدا، عنده خبرات كبيره مع المرحله السنيه دي. انا في اعتقادي مكسب للكره المصريه ان لو فجاه تلقى اللعيبه نسيت كل حاجه، تلقى الفرقه نازله مهنيه. كابتن هاني ايه رايك في المدرب؟ انا عرفت ان هو جاب قبل كده ميداليه للبرازيل، البرازيل في الاولمبياد برضه، خبرات كبيره جدا جدا. ميكالي زي ما بنتكلم هو مدرب يعني منظم جدا، عنده خبرات كبيره مع المرحله السنيه دي. في اوروبا في مراحل سنيه معينه بيبقى فيه حد خبير فيها، يعني انا اعرف مدرب قاعد يشتغل مثلا مع منتخب المانيا تحت 15 سنه او 16 سنه 13 سنه في المرحله العمريه دي، بس هو بيعرف يتعامل مع السن ده، السن ده بيطور بشكل كويس. ميكالي طبعا قدرات فنيه عاليه جدا، مدرب هادي وده مهم جدا في اللحظات الصعبه من المباراه، بتلاقي فيه عنده هدوء، ده بيتنقل للعيبه فنيا. طبعا شفنا من خلال المباريات اللي فاتت فنيا بيعرف يتصرف، تغييراته بشكل جيد جدا. انا في اعتقادي مكسب للكره المصريه ان يكون عندنا مدير فني بهذا القدر ونستفيد منه اقصى استفاده. وزي ما بقول مش عيب في مدربينا المصريين، احنا عندنا تالنت كويس قوي من المدربين، لكن ينقصهم بعض الخبرات، ينقصهم بعض الدراسات، لان الحقيقه كره القدم بقت علم وفي حاجات كتيره جدا جدا في كره القدم يعني جديده على جيلي مثلا. ما بقتش السبوره لا خالص خالص، ما بقتش مع موضوع السبوره، بالعكس دلوقتي في ارقام واحصائيات وفي اجهزه كتيره جدا، والريكفري اختلف بشكل كبير جدا، الوحدات التدريبيه اختلفت بشكل كبير، كل دي العناصر الجديده في كره القدم الحديثه. الحقيقه احنا دايما لما بنقرب قوي من الجد بنخاف من الاوف دي، لو فجاه تلقى اللعيبه نسيت كل حاجه. يعني في ساعات كده منتخبات مصريه في يعني مناسبات تاريخيه كثيره بيهنجوا، تلقى الفرقه نازله مهنج، يعني يكون لاعب ماتشات هايله هايله هايله، وبعدين فجاه يروح نازل مثلا لعب قدام ايرلندا، ففجاه في حاجه حصلت مش لعب قدام مش فجاه بقى منتخب تاني. هو حاجه من الاثنين بتحصل، ويجي يقول لك الارهاق برضه. حاجه من الاثنين بتحصل. الحاجه الاولانيه اللي انا ما اتمنهاش، انك بعد ما بتوصل انت كلنا بنتكلم ان ده انجاز وبقى لنا 60 سنه ما وصلناش و قد يتوقف جزء من حماس اللعيبه ويقول لك طب الحمد لله احنا بقى عملنا كويس، عملنا كويس خلاص، ده اللي انا خايف منه. لكن الجزء المهم جدا انك بهذا بوصولك للمربع الذهبي انت بتجدد دوافعك، لانك عندك ميشن بميدالية في الاولمبياد. خلاص في حافز اهم من الانجاز التاريخي بالظبط، في بقى حاجه تاريخيه بجد، انك ما حصلتش على ميدالية اولمبيه، يعني كل واحد فيهم دول هياخد ميدالية يروح يعلقها في البيت اكيد مليون في المية 100 سنه قدام بقى مين هتيجي تاني امتى. الجزء تاني المهم ان خلاص الضغوط اترفعت من عليك، حتى الضغوط النفسيه ان انت لازم تكسب ولازم ولازم، اعتقد اترفعت من عليك بشكل او باخر. العب بقى واتمتع، هي ده انجوي بقى، بيقولوها انجوي ذا جيم، يعني العب استمتع بالاجواء بالمباراه. والحقيقه ده جزء مهم كمان في الكوره جدا، عندنا لسه من الناس مش فاهماه يعني ايه يا عم انزل، هو لا انجوي ذا جيم يعني معناه وانت رايح شغلك ومبسوط وبتستمتع بشغلك هتنتج اكتر، حط بقى هتنتج اكتر. وبالتالي ده مهم جدا، اللعيبه دلوقتي عملت مجهود كبير جدا، انزل قدام فرنسا انجوي ذا جيم، العب لعبك، عندك طموحات وعندك امال كبيره جدا تحقق حاجه ما حصلتش لبلدك وهتكون ومش هتحصل تاني. لا ان شاء الله تحصل تاني. يحسب لميكالي بصراحه زي ما استكمالا طبعا لكلام الكابتن هاني، ان هو حتى في المباراه الاخيره الناس بتقول في ضربات الحظ الترجحيه، لا هي ما كانش حظ قوي، لكن لان ميكالي درب اللعيبه بشكل كبير جدا في التدريب الاخير قبل المباراه بيوم على ضربات الترجيح بشكل يعني فتره طويله، ويمكن كان حفظه حتى حمزه علاء بعض اللعيبه البراجواي بيشوطوا ازاي، ده ربنا بيكافئ المجتهد، فعشان كده الحظ ضحك لينا. انا ليه لما جه حسام يشوط كان عندي احساس ان ده عشان مدافع يعني ولا هتتجمش شانزليزيه؟ يعني كان عندي احساس، لا هو بالتحديد
وحط احلى بينالتي فيهم. اه سبحان الله صحيح. يعني يمكن يعني عشان البينالتي الاخير بتاع ابراهيم ده كان هيتصد. اخر كوره بتاعت ابراهيم عادل ده كان هيتصد طبعا. يمكن عشان ده بركه السيده زينب يعني نزلت. يمكن عشان شط التوتر اللي حصله في الماتش وسلتوه في وقتها ما بينه وبين حمزه علاء في الكوره اللي حصل فيها. واضح ان زي ما انت بتقول المدرب كان مالي ايده من عدد من اللعيبه ان دول متدربين كويس وهيشوطوا.